Hello everyone, I hope you are doing well and I wish you succeed in your baccalaureate 2022. Due to the request of others, I have posted a video on this topic, prefix, root and suffix. اليوم رانا رايحين نحكوا على درس مهم اللي هو درس prefix, root and suffix اللي هو اصل الكلمه وما ياتي قبل اصل الكلمه وما ياتي بعد اصل الكلمه. هذا الدرس يحتاجه طلاب البكالوريا بصفه خاصة لأنه ديما يجي في جهة البكالوريا يعطيك جدول يقول لك قسم الكلمة إلى prefix, root, suffix. والله يحتاجوه الناس اللي حابة تتقن الإنجليزية وتتعلم وتتطور فيها. صح، عندك هنايا وش قال لك في التعريف؟ قال لك some words are formed of a prefix, a root and a suffix. قال لك هناك كلمات تحتوي، قال لك هناك كلمات مكونة من prefix، كاين كلمات فيها الروت كاين كلمات فيها suffix. قال لك the root is the original word. The root is the original word. اش معناها؟ قال لك الروت هو اصل الكلمه. الروت هو اصل الكلمه. The prefix is added before the root. البريفيكس ياتي قبل اصل الكلمه، ياتي قبل اصل الكلمه before. The suffix after the root، ياتي suffix بعد اصل الكلمه. واش معناها؟ عندك البريفيكس ياتي الحروف التي تضاف قبل الاصل، الروت هي اصل الكلمه، سافيكس هي الحروف التي تضاف بعد الاصل. الروت هي الكلمه الاصليه، مثلا نقول لك هابي، هابي هي الكلمه الاصليه. كي نقول لك انا ان هابي، ان هابي يعني ضفت لك قبل كلمه، مثلا قلت لك هابي، مثلا قلت لك هابي، مثلا قلت لك ان هابي، هذه هي هابي. هابي هي اصل الكلمه، اصل الكلمه في الوجود نتاعها هي هابي. كي نزيد لها البريفيكس تسمى ان هابي. البريفيكس عادة ما يستعملوا لضد الكلمات. شو معناها لضد الكلمات؟ مثلا عندك هابي سعيد، ان هابي غير سعيد. مثلا عندك الليجول، مثلا عندك الليجول قانوني، الليجول غير قانوني. مثلا عندك لايك يحب، ديسلايك تضاف قبل الاصل، هنايا يكره. هنايا البريفيكس يستعمل للاضداد الكلمات. صح. اكزامبل، هذا التمرين يتعلق بتقسيم الكلمات الى الروت، يتعلق بتقسيم الكلمات الى اصلها والصفيكس التي تاتي بعد الاصل والبريفيكس التي تاتي قبل الاصل. لكن اولا يجب ان نعرف ماذا نستعمل كبريفيكس وصفيكس. كاين حوايج مثلا كلمه الاصل الكلمه، وشين الاحتمالات كامله اللي نقدروا نلقاوها قبل اصل الكلمه البريفيكس؟ قادر تلقى احد هذه الحروف، عندك هذه احد الحروف اللي نستعملها بكثره في ايامنا. عندك اي ان، اي ام، انتر، اي ار، اي ال، ام، دي اي اس، سي او، اكس، عندك ناون، سيمي، ديس، العديد، عندك سوبر، ار اي اي ان، بري، ميس. هذه اكثر الكلمات اللي نستعملها في البريفكس التي تاتي قبل الاصل الكلمه. بالنسبه للسافكس اللي عندك تاتي بعد اصل الكلمه، عندك اي دي، اي ان جي، ان اي اس، اي جريج، اورز، عندك اور، باي، فول، ليس، ايبل، اي تي جريج، اي جريج، اي في يو، ان اي اس، امنت، E S T E R I R Y E C L A U N. هذه هي الكلمات اللي نقدروا نلقاوها بعد الاصل الكلمه prefix، بعد كلمه بعد الاصل الكلمه اللي هي suffix. اي كلمه يمكن نلقاو فيها prefix والروت فقط. كاين كلمات نلقاو فيها prefix والروت فقط. اش معناها؟ عندك مثلا unhappy فيها prefix والروت فقط. كاين بعض الكلمات نلقاو فيها الروت والsuffix برك. معناته اش معناها؟ عندك younger، عندك young، يورغل، عندك فيها كلمة فيها الروت والسافيكس فقط، ماشي أي كلمة فيها الروت وبريفيكس وسافيكس، على حسب تختلف من كلمة إلى أخرى. صح. كاين زوج طرق، مثلا يعطيك مثلا كلمة انترناشونال، يقول لك قسمها لي إلى بريفيكس، روت، سافيكس. راه كاين زوج طرق، كاين طريقتين لحل، طريقتين كيفاش نخرجوا البريفيكس والسافيكس والروت. كاين طريقتين، اللي يعرف الإنجليزية ومتمكن في اللغة الإنجليزية يستعمل الطريقة الأولى اللي هي يستخرج أصل الكلمة. اللي متمكن في اللغة الإنجليزية يستخرج أصل الكلمة. وش معناها؟ عندك international، nation، nation هي أصل الكلمة. nation مثلا نلاحظ باللي راهي nation، نلاحظ باللي راهي nation، nation هنايا هي أصل الكلمة، هي الروت. اللي يعرف الإنجليزية قلنا اللي متمكن في اللغة الإنجليزية يستخرج أصل الكلمة، والكلمات اللي يلقاها قبل أصل الكلمة يديرها ديريكت في البريفكس اللي قبل الاصل، قبل النيشن هي اصل الكلمه، اللي يلقاها قبل اصل الكلمه كما انتر يديرها بريفكس، ال
ديرها سافيكس، مفهومه هذه؟ هذا اللي متمكن في اللغه الانجليزيه. اللي ماشي متمكن في اللغه الانجليزيه مليح بزاف بزاف، يروح يحفظ الجدول تاع البريفيكس ويحفظ الجدول تاع السافيكس، يروح يستخرج البريفيكس ويستخرج السافيكس من الكلمه، والكلمه اللي تبقات لك في الوسط هي الروت، والكلمه اللي تبقات في الوسط هي الروت. لاحظوا هنايا قال لك في القاعده هنايا واش قال لك؟ قال لك استخرج الروت اولا وما يوجد قبله، استخرج الروت وما يوجد قبله هو البريفكس، وما يوجد قبله قبل الروت البريفكس، وبعد الروت هو السافكس. قال لك او استخرج البريفكس والسافكس وما بقي في الوسط هو الروت. صح، نروحوا هنايا الجدول التمرين تاعنا، نجو للتمرين تاعنا. التمرين تاعنا نروحوا نغطوا هذه هاك صح باش نحلوا التمرين في غرضنا. عندك الكلمه، ها هو الكلمه كامله معاها البريفيكس والروت سافيكس ما يهمش، هذه لا تختلف من كلمه الى اخرى. عندك ان هابي، ان هابي قلنا لي يتقن اللغه الانجليزيه يستخرج هابي اللي يلقاها قبل الهابي هي بالبريفيكس، اللي يلقاها بعد الهابي هي السافيكس. يروح يستخرج هابي اللي يلقاها قبل قبل الروت هو البريفيكس، واللي بعد الروت هو السافيكس. هنا لاحظوا باللي السافيكس ما كانش والروت عندك ان، اش معناها عندك؟ عندك ان هابي، عندك الان بريفيكس، عندك ان بريفيكس والروت هو هابي. نروحوا للمثال رقم 2 وروحوا نديروا الطريقه اللي مش محترف بزاف في اللغه الانجليزيه. قال لك ديزابير، لاحظوا ديزابير، لاحظوا نحوسوا في بدايه الكلمه هل يوجد احد البريفيكس في بداية الكلمة كما تاع disappear. لاحظوا هنايا disappear، لاحظوا في الجدول تاع هذا البريفكس disappear، لاحظوا هل كاين ديز والله دي والله دي 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 اه ديز. هنا واش قال لك؟ ها هي ديز في الجدول البريفكس ديز. هنا واش معناها هي الديز؟ هنايا نستعملوها الديز، واش تجي؟ تجي الديز هنايا ديز بريفكس disappear appear. هنا لاحظوا appear هل كاين في اخر كلمة هنا ار؟ والله هنايا هنا لاحظوا باللي ما عندكش ار، هنا عندك ار اي غريك، هنايا لاحظوا باللي ما عندكش ار، معناته ابير اللي بقات لك اللي ديز اللي هي بريفكس، ابير اللي هي روت، والسافيكس ما كانش. وهنايا السافيكس ما كانش، وهنا واش قلنا؟ الكلمه الاولى السافيكس ما كانش، الكلمه الثانيه السافيكس ما كانش. نروحوا للكلمه الثالثه، عندك يونجر، يونجر لاحظوا هل كاين واي في بدايه بريفكس؟ هنا لاحظوا نحوسوا على كلمه تشبه الواي والله. هنا يا ان ام انتر واي ما كانش، واي 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 ما كانش، لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد، ما كانش هنايا الواي في البريفكس، معناته هذه الكلمه لا يوجد لا تحتوي على البريفكس. نروحوا كلمه هنايا قلنا كيما تحتويش على البريفكس نحوسوا على السافيكس، الان نروحوا نحوسوا على السافيكس. هل كاين جي اي ار والله او او ار؟ او ار هنا لاحظوا او ار هنايا، ها هي لاحظوا هنا كي نجوا نلاحظوا نلقاو او ار اللي هي تمثل لك سافيكس. يونغ هنا يا يونغ او ار، هنا شو استخرجنا؟ استخرجنا يونغ وبقات لك الاي ار هذه بقات لك سافيكس، ها هي يونغ و اي ار بقات لك سافيكس. نروحوا الكلمة الثالثة، عندك تول تولست، هنا نعرفوا باللي كلمة تولست عندها كلمة الأصل الكلمة روت روت وورد تول، الروت هو تول باينة تول اللي بعد الروت اللي هو سافيكس. لاحظوا باللي هذه الكلمة لا يوجد لديها لا تحتوي على بريفكس، وعندها تول اللي هو الروت والاي اس تي اللي هي السافيكس. لاحظوا سوبرمان، لاحظوا عندك سوبر اللي يا جماعه كي تتعودوا على هذا الجدول راح تلقى روحك حافظ البريفكس والسافيكس مباشره. هنا عندك سوبر، هاي وين سوبر؟ هنا قال لك سوبر، اش معناها؟ عندك سوبر 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 وحده هنايا، سوبر اللي هي البريفكس، مان رجل، مان اللي هي الروت، وهنايا ما عندكش سافيكس. نروحوا الكلمه الاخرى illegal، illegal معناته غير قانونيه، illegal هنا لاحظوا اي ال، هنا لاحظوا اي ال، هنا كاين اي ال، هنايا ها هي كاينه اي ال، illegal هنا لاحظوا اي ال، اي ال اللي هي البريفكس، والليجل اصل الكلمه او اصل الكلمه legal اللي قبله هو البريفكس اي ال واللي بعده هو سافيكس. هنا ما لاحظوا باللي ما كانش سافيكس، ما كانش سافيكس. قلت لكم باللي مش كل كلمات عندها بريفكس وروت سافيكس، كاين كلمات عندها بريفكس وروت فقط، وكاين كلمات عندها روت وسافيكس فقط، ماشي شرط تلقاهم في اثنين. نروحوا الكلمة الثالثة، عندك ريبليسمنت، ريبليسمنت ريبليسمنت عندك بليس، لاحظوا باللي بليس، البليس لاحظوه باللي هو الروت،
لاحظوا place هو الروت اللي يأتي قبل place هو البريفكس، واللي يأتي بعد الروت اللي هو السافكس. اللي يأتي قبل الروت، شوف لا مش عندك، اللي يأتي قبل place هذه، اللي يأتي قبل الروت هو البريفكس، اللي يأتي قبل الروت هو البريفكس، اللي يأتي بعد الروت هو السافكس. ولكن لاحظ معايا الجماعة اللي قلنا اللي ما يفهموش يروحوا يحوسوا هنايا في البريفكس. هنا لاحظوا عندك، هنا نحوسوا، هنا نلاحظوا عندك ار اي، هنايا عندك ار اي، هنا ار اي جي هنا ريبليس، قادر هنايا قادر هذه ريبليس ريبليسمنت، هنا راه دايرها هنا كامل في الروت، صح هنا قادر هنا نديرو الري، هنا نديرو بليس فقط، نديرو بليس فقط، نديرو بليس ومنت وحدها. نروحو الكلمة الثالثة انترناشونال، قلنا انتر لوحدها، نيشن لوحدها، نيشن لوحدها، والآل اللي هي لوحدها، معناته انتر بريفكس نيشن اصل الكلمة، اللي يأتي قبل اصل الكلمة بريفكس، اللي يأتي بعد اصل الكلمة سافكس. لاحظوا بلاير، بلاير هنا مشهورة، هذه كلمة مشهورة باللي بلاي، بلاي اللي هي الروت، الروت معناته هنا قبله ما كانش، لاحظوا باللي هذا الروت، قبله واش كاين؟ ما كانش، معناته البريفكس ما كانش. البلاي هي اصل الكلمة، الروت الكلمة، وعندك اي ار هي اصل، عندك اللي بقات لك اللي بعد اصل الكلمة اللي هي سافكس. عندك اكشن، عندك اكشن اللي هي اكت، اكت اللي هي روت، بصح نديروك هنايا ما تعرفش اصل الكلمة، نحوسو على كلمة فيها الاي او ان هنا ولا تي اي او ان. هنا لاحظوا اي دي اي ان جي ان اس اورز فول ايبل اي تي جراغ ان سي، هنا لاحظوا عندك اي او ان، هنايا عندك في السافيكس اي او ان، وهنايا قلنا والبريفكس لاحظوا باللي انا اكشن، نلاحظوا في الاي هنا ما كانش ا، ما تلقاش ولا كلمه فيها الا في البريفكس، معناته هنايا عندك اكشن، اكشن تي اي او ان اللي هي السافيكس، والاكت اللي هي الروت، وقبل الاكت هنا ما كانش كلمه، معناته بريفكس لا يوجد. هنا ديسلايك، ديسلايك قلنا ايضا البريفكس راه يستعملوا لضد الكلمات، يستعملوا لضد الكلمات. ديسلايك عندك دي اي، عندك لايك، لايك هي الكلمه مشهوره انا على بالنا بها كامل، اللي هي اصل الكلمه، واللي قبل اصل الكلمه اللي هو البريفكس، واللي بعد اصل الكلمه اللي هو السافيكس. لاحظوا هنا ما كانش بعد الكلمه، معناته ما كانش سافيكس. الى هنا نولوا كملنا درس روت بريفكس سافيكس. اي حاجه اي سؤال اكتبوه في التعليقات، وما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمه الله.